تكون ركنية الهدف الأول أرضية. والهدف الأول والهدف الأول بالجلالي سدد بقوة ترتطم بالقائمة تعود أسامة دفلو في المكان المناسب لاستقبال هذه الكرة وافتتاح باب التسجيل. تمنينا مهدى إلى سرار طبعا المدير الرياضي لفريق الاتحاد، ومهدى أيضا هدف لكل الجزائريين لأنصار الاتحاد، هدف في وقت مهم جدا لأسامة الدرفلو الذي تموقع في المكان اللازم واستثمر في كرة مرتدة عائدة بعد تنفيذ هذه الركنية من مفتاح. نشوف الركنية نفذت من مفتاح بطريقة ذكية مدروسة مفهومة، تسديدة قوية عائدة ودرفلو في المكان المناسب، هدف أول للاتحاد أمام بلاتو يونايتد. نظن هنا كومبينيزون اللي تخدمت كثيرا في طبيعة الحال في التدريبات. شوف خروج يايا في القائم الأول ويجي وراه لاعب الجلالي يسدد، كان بينما ركنية تنفذ والهدف الثاني بالجلالي. يتألق هو الآخر ويقول أنا موجود، أنا في المستوى في مباراة اليوم، أنا واحد من أحسن اللاعبين في مباراة اليوم. يتمكن من إضافة الهدف الثاني في وقت مهم جدا بالنسبة للاتحاد. 2-0 نتيجة مهمة للاعبي ولفريق ولمحبي الاتحاد. 2-0 في المرحلة الأولى بعد مرور 44 دقيقة تقريبا بنفس الطريقة تسجل الأهداف. قلت لك عدم نعم حقيقة مسعود، رانا عندنا نفس الرؤية وركنيه تقريبا. شوف سوء التمركز، شفنا ثلاث لاعبين على لاعب واحد ويخلي اللاعب اللي في الظهر، وهذه باش نقولوا هذه سمات كره اللاعب الافريقي. يعني حتى انه انا حضرت بعض الندوات تاع المدربين اجانب يركزوا على، قلنا الكره الثابته دائما هي في صالح الاتحاد، اما الخطوره او الاهداف. شوف هنا في الكره نفذ الركنيه والهدف الثالث قلنا الكرات الثابته اما الهدف او الخطوره على اقل تقدير. هذه المره درفلو يوقع الهدف الثالث للاتحاد والثاني له في هذه المباراه، مباراه وبدايه مرحله ثانيه اكثر من رائعه من جانب الاتحاد. طبيعي جدا ان يفرح ويسعد أنصار الاتحاد بهذه البداية وبهذه النتيجة. نشوف الركنية تنفذ، الرأسية مرت من أمام الجميع، ودرفلو أيضا واصل وغطى كورت ودفع بها إلى داخل المرمى. ثلاثية نظيفة للاتحاد مع بداية المرحلة الثانية. الآن نظن الاتحاد راح يلعب كرة مرتاح، لأنه يعني حتى 3-1 راح التأهل يكون ان شاء الله ما فيها لا واحد ولا ان شاء الله احنا تكون ربعة. نعم تبقى الكرة لفريق ولي بن موسى، تمريرة ذكية داخل منطقة عمليات، الرابع من بن خماسة، رابع جميلة جدا هذه الكرة. حتى التمريرة قبل تسجيل الهدف هي ايضا تمريرة دقيقة محسوبة. طلب الكرة في المرمى شيء مهم جدا، دائما نأكدوا على اللاعبين انه طلب الكرة في المساحة الشاغرة، الكونترول اللي داروا دار ترويض جيد فتح المرمى امامه، وكذلك يعني فنيات لمسة فنية كبيرة. فعلا الكرة في المستوى من جميع النواحي، الاستلام، التمرير، الترويض، التسجيل، كانت كلها عنوان لهدف رابع للاتحاد. هدف رابع رائع، شوف تمريره، الاستلام ثم التسجيل دون بذل مجهودات كبيره. اذا هدف متميز جدا الرابع في المباراه. فتح الرجل نتاعو بباطن الرجل في الزاويه اوبوزي يعني المقابله، كانت له لمسه فنيه جيدة فعلا. نعم. من جانب بن خماسة الذي يهدي